بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا يا مظلوم كربلاء يا أبا عبد الله، يا مسلوبا يا حسين يا من غسله دمه والرمال نعشوه والرماح الخطي نعشوه وبقلوب من والى حسين يا أبو مولاتي العليلة حسين يا أبويا يا أبسرة النياق تخب وترسم غلسا ولي قلب يحن إليكم ولفرط أحزاني عشية يمم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر أن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم عليك يا أبا عبد الله ويغور فكري في الزمان ويدهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم
ويقدم الأموي وهو مؤخر ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي أيوا حسينا ويا وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمدا متأمرا بالمسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم لم يدر أين يريح مدن ركابه فكأنما المأوى عليه محايا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم خرج الحسين من المدينة خائفا يتلفت خرج الحسين من المدينة خائفا علي من خائف أبا عبد الله كخروج موسى خائفا يتكتم لم يدر أين يريح مدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم زينب صوتت يا حسين يا ابن أم على هونك ليشعل السفر عازم وين تريد بضعونك ليشعل السفر عازم وناوب سفرتك لا وين وشوف باب ديوانك تتباشر بني هاشم سفرة خير مبروك عسى تروح وترد سالم الله بسفرتك يرعاك يا ابن أم النصر وياك ما نمعارضة بمسراك انت الترشد الوادم توكل راشد نيتك وكل وخل اخوتك وياك تمشي وكل اهل بيتك لكن يا بدر غالي بتدري يا سبب جيتك اريد اعرف سبب مسراك عن يثرب ومضمونه قال السفر والاسباب جتنا من العراق طروش ويا 12,000 كتاب كلهم بايعة إنا وكلهم يدعون أحباب يا اختي وعلنت مسراي ليهم واخوتي وياي قالت يا وسيع الراي أخافا من تصل ليهم عن اختك يغيبونك بعد والثانية يا حسين أريد بهالسفر والي يبختني على هالمسرى وطول الدرب يبرالي بالعراق الفراق يصير يا ابن أمي تراوالي وبحارس وسع رايه
يروح ويريد وياي على راس ينشر الراية وما يحوج يا ابن أمي بخدر اختك يوصونك سمحه وقال يا زينب كفيل ان كانك تردين يا زينب هذا ابو فاضل عودك عينه تعين اهو اللي يتكفل المسرى يختب هاي شي تقولين ولن عباس جا مسريع لخته ونور وجهه يشيع باس مطوس ومدريع هلا بك نادته بالكون هذا انت اللي هابونك وابو فاضل قال يا زينب انا اتكلف المسرى وانا ناقتك حماي وانا الخدر بيها درى اما انا ويوصوني انا لجليك لتلف عيوني او زينب سمعت وصاحت عساها سالم عيونك خويا عساها سالم عيونك وعساك من الخطر تسلم او ما غيرك يا ابو فاضل حنين وبالخدر يهتم لكن يا بدر عدنان لا تنسى القلب يعلم حسب الخطر دلالي واشوف القدار يبرايلي احط ايد على يا والي من ناصل لوايد الطغاف وعن اختك يغيبونك قال لها تخافين وانا سالم لا والله يا ابو فاضل ماكو واحد يخاف وانت سالم لكن نخاف يا اخوي الزمان يغير ويبدل قال لها تخاف وين وانا سالم قالت يا والي الحرم دايم اي طلعت وحفت الضياء غيم عون وعلي وجعفر وجاسم اي وجدامها من اشرى يا العمايم اي والله وحسينها حسينها حسينها على الخيل جاديم وعباس للهودج ملازم اي خاف ان تصيد لاختي يا الماشين عنه ايات نون خلواد عنكو يو 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 كل السمح الضعن الدمع سال هذه فاطمة بنت الحسين عزيزة الحسين بالوقت الذي أراد الحسين أن يخرج من المدينة إلى كربلاء هيئوا المحامل وقسم الحسين العائلة وأعطى كل مجموعة من النساء لرجل من رجال أهله وبني هاشم وقال أنت كفيل هذه النساء وأنت وأنت يا عباس كفيل زينب فقسم العائلة مولات العليلة عرفت أبوها قسم العائلة إجت لأخوها علي قالت نور عيني يا ابن الحسين فداؤك أختك أخي أنا وياك أبوي خلاني قالها لا يا أختي أنت مو وياي بعدين راحت لابن عمها راحت لعمها ابو فاضل قالت لعمي انا وياك قالها لا يا عمي انت مو وياي هي فكرت قالت انا عليله ومريضه وتعبانه اكيد ويا ابوي لان الاب ارأف من غيره
على كل اخواني شافت المحامل شالت وكل واحد يجي يودحها. ابوها اجى ودحها وقال يا ابويا ماشيين احنا في امان الله يا ابويا. قالت ابويا وانا تركوني وحدت بالدار. قال ابويا انت امرك صعب ما ممكن اخذك وياي. عادت تشوف اهلها يمشون وهي عينها عليهم تقول تقول انا جوعده وشي الضعنهم يا ابويا ويحملون وانا تفكر لهم وجن غريبة وما انا منهم والله ظلموا حشوم اقدر نزلهم يا ابوي. عاد الحسين مشي خطوات وبذاك الضعن وذيك المحامل واذا يسمع صوت من خلفه وابتا وحسينا وانا عند من اودعتموني ابخذوني معكم ابويا اخذوني ويا ماكم اسرج الخيل الخيل واحط فراشكم لو موت شلشل الليل يا ابويا علي ايلا علي ايلا وجسمي ينحيل وعلى فراقك يا ابويا ما اقدر اصبر. نادى الحسين ودمعته السيل يا بعد اهلي سفرنا دربه طويل وعلى المثلك يا ابويا السفر يحرم يا ابويا. تقل ابويا سمعنا الاجواد اللي يشيلون يقومون بالحرمة يوصلون يا حسين من تنور العيون والله فراقك علي ما ظنيهون يا ابويا. تدرون الحسين ذاك اليوم شنو سوى؟ نزل من على ظهر جواده ونزلت العائلة نزل أبو فاضل استقبلوها قالها يا أبوي احنا رايحين انت رجع للدار. قالت لأبوي على الأقل أكون خادمة لكم خذوني حالي حال رقية سكينة البنيات على كل. الحسين قالها أبوي ما أقدر أخذ. قالت لأنا ما أعصي لك أمر بس يا أبوي اعطيني هذا الطفل الرضيع هذا أنا متعلقة به هذا أنا أموت ولما أشم هذا أخوي الرضيع أشم مهدي أشم قماطة يا أبوي ترد روحي. قال بني لهذا الرضيع مصير ينتظر لابد أن أخذ هذا وبعد رضيع ما يقدر يفارق أمه. على كل أحباب سألت أبوها أبويا أنت رايح إيش قد تبطي يا أبويا إيش وقت ترجع علينا غيبتك علينا يا أبويا ما نقدر نفارقك. هسه أنت جنابك ما تقدر تفارق مجلس الحسين ولا تفارق حرم الحسين كيف ذاك اليوم الله يساعد قلبك مولات العليل شلون فارقت أبوها. قلت لأبويا نرد نجدك يا أبويا وجاوبني. قالها قول يا أبويا تقل لوحدها يا أبويا سر الحايد برشايبكم يا أبو وحدها ايش كثرها مدة الغيبة يا أبو. قالها يا أبويا الروح ما نرجع ما نرجع يا أبو يا أبويا سر الحايد برشايبكم وحدها ايش كثرها مدة الغيبة يا وحدها ليلتكم تخلوها وحدها مرض وفراق تحمل يا رزية. قلت لأبوي أنا ما أعصي لك أمر أنا راح أرجع الدار بس أمر واحد يا أبوي أريده من عندك. قالها شنو بنيتي؟ قلت لروح يا أبوي امشي وخلي عيني عليكم حتى يحيل بيني وبينكم عجاج الضعن. قالها أبوي يلا احنا ظلي واقفة وإحنا ماشيين. تصور أخواني مشى الحسين وعينها على أبوها وعماتها وعمامها تقل له ما أرد ما أرد والله يا أبوي حسين ما أرد يا أبوي ولما عجاج الضعن يبعد يا أبو. عاد رجعت هاي العليلة لقت الدار خالية موحشة دار وشالة وأهلها تقول والعليلة والعليلة الولعب حسين ثابت والعليلة ولو
عليك ليالي والعلي يالي يا ابويا شو حمل ضعنكم يا ابو والعلي إلى تون وتنوح ظلت بالثنية عاد صارت تدخل من هاي الحجرة وتمر على ذيك الحجرة حجرة عمته عماته أخواته اجت الدار مولات الرباب اللي كان بيها مهد الرضيع تقول ولالي 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 مشوا عني هالجلالي ولالي وزمان من عقب أهلي ولايني أنا للزم مهد عبد الله ولالي وبلشن يرد خلتهم علي يا أبو انقطعت أخبار الحسين قالها وديلك طارش يا أبوي إذا وصلنا العراق وننا المراد هو يعرف أبو علي بمصيره لكن راد يسلم بنيته حتى لا يكسر قلبها صاحب القلب الكسير أبو علي بويا أودي لك عمك أبو فاضل أودي لك أخوك علي وتنتظر اليوم يجي طارش من أبوي باكر يجي وانقطعت الأخبار عاد هي بدورها كتبت رسالة من فاطمة إلى أبي الحسين إني مشتاقة إليكم وفصلت بالرسالة ذيك الكلمات اللي أقرأ لك إياها وصارت تجي يومية هي تعبانة مريضة يقول أحدهم رأيتها نحيلة البدن منهدة القوى صفراء اللون محدودبة الظهر تعبانة يقول تجي يومية على الطريق تريد واحد يروح للعراق ذاك اليوم اجفد واحد يريد عليه آثار السفر قالت يا عم إلى أين تريد قال لها إلى العراق قالت بالله عليك هلا حملت رسالتي إلى أبي الحسين لأب وعمومة نعم تركوني ومضوا إلى العراق عاد هذا الشعر الله يرحمه يقول العليل الوالها من كتبة كتاب اجت من دارها ووقفت على الباب اجت ولالها من المرض طاقة تروح تشوف ساعة وترد ساعة ولن ذاك العرابي بظهر ناقم سرفا للردن بردان الفراق صاحت يا العراب الله عوينك در ريض منشده بيني وبينك عسر اجدل يا حد معينك وين تروح يا عمي يقلها طالب الكوفة من العراق تقل من العلي لعلة فراق الله يا الفراق شي يسوي الله لا يفرق بينكم وبين الأحباب يا عم من العلي إلى من العلي إلى علة فراق خذ لو ياك هالمرسول الأحباب يا هالحرة يقلها مني أنا نتي أنا عيون جرت والقلب كسرتي الرسالة شيلها وياك قلتي من من والمن وياهم الأحباب تقل أنا بت الرسالة اللي عرفوني يا عمي أبوه ويحسين وهلي ضيعوني أي سارة ولا العراق وفارقوني وخبرة بحالتي والطيل اكتغاب يا سبحان الله ابتدأت مصائب الحسين من هذه العليلة اليتيمة وفارقها الحسين وأول ضحية من آل الحسين علي الأكبر وختمت بأبي الفضل العباس وولده الرضيع هكذا مصائب الحسين على كل أحبابي ومضى الإعرابي وجاء إلى الكوفة سأل أين الحسين قالوا في كربلاء وقد أحاطت به الجيوش وجي الكربلاء ورجال نشم جايب رسالة لابد يوصلها وقصد الحسين يقول وجدت صحراء كربلاء غاصة آلاف مؤلفة وكلها تنادي كم تعطينا يا ابن سعد وكم تبلنا يا ابن زياد حتى نقتل الحسين ويريد الحسين وين الحسين أحاطت به الجيوش وإذ يسمع صوت وغربتا ووحدتا ألا من مغيث يغيثنا ألا من ناصر ينصرنا سمع ندهة حسين وسمع صوته يحشم صحبته وينده بخوته لقاه وحيد والكثرين موت الكل منهم بني هاشم والأصحاب عاد اجي قصد على الحسين سلم على أبو عبد الله قل له مولاي هاي أمانة رسالة منين هالمرسول مرسول
يقل من العلي للوالد تقول أنا وحيد بقيت بخالي نزول يا أبو. إجا ودموع له من العين ساله يا زينب نده يا سكنة عال. دخل بين الخيام ونادى يا زينب يا سكينة يا رقية بناتي أخواتي. إجانا كتاب يحزن فوق المصاب إجان يتنادهن من سمع نداه مصاب واللي جرى يا حسين شفنا يا أخويا كتاب عندك ما عرفنا من جاي هذا يا ابن الأطياب. وقف مهموم الله يساعدك يا ابو الهموم يا ابا عبد الله. وقف مهموم فلطيت المكتوب لقى سلام من العلي لو بيه معتوب. يا ابوي العين بعيده تسلاه القلوب الوعد طارش يجي منكم يا غياب. سلام ملك الدرى وكثرة عتبه سلام ابدت لابو فاضل لعمه. تقل له يا ابويا سلم لي على عم ابو فاضل. ابو فاضل بذيك اللحظات على نهر العلقمي ايوا عباسا. سلام ابدعت لابو فاضل لعمها وعلى اخوتها عدد واولاد عمها وعلى عماتها كل من باسمها وعلى باجي العشيره كلهم حساب. اخر الرساله تقل لابوها تقل له يا ابويا عندي طلب انا وريدك يا ابويا تنفذ لي هذا الطلب. شنو طلبك مولاتي؟ تقول له تذكر فاطمه يا حسين يا ابي اذا ما نسيتني يا ابويا عندي طلب. يا ابويا تذكر فاطمه يا حسين يا ابي اريدك تحب خد الطفل عنن يا ابي. يا ابويا قبل اخوي الرضيع عبد الله نيابه عني يا ابويا. يا ابويا لا صديق يجي ولا قراب من بعدك يجي ويوقف على الباب يا ابويا. الله سوت بالحسين عليه السلام رسالة العليلة. عاد ذاك اليوم حتى ما كان الرضيع حتى الرضيع كان مقتول توجه إلى المدينة قال بني بلغنا ما في رسالتك ولكن كل أحبتك قتلوا يا فاطمة. وظلت مولاة العليلة ظلت بالبنية تنوح وتنود على الأم لوها وقال ونعود. الله وي كل مغربية أحزانها تزود تحاكي الأم لوها وقال ونعود. هاي مولاتي بقت تنتظر الأخبار واليوم يجي خبر من أبوي بكرة يجي خبر من أبوي وانقطعت الأخبار. على كل أحبابي وإذا بمنادي ينادي يا أهل يثرب عندي خبر. الله سوى ذاك اليوم بن حذلم طلعت هي وقفت على باب دار الحسين. الله يحفظكم إن شاء الله. أريد أقرأ ختام بس شوية خففونا من هالأضوية. هاي هالليلة باسم مولاتي العليلة عزيزة الحسين فاطمة بنت الحسين. على كل وقفت بباب الدار ومر بن حذلم يقول أنا أنادي يا أهل يثرب عندي خبر. من أراد أن يسمع الأخبار فليأتي معي إلى قبر رسول الله. عاد هي قالت يمكن هذا طارش من أبوي يمكن أبوي إجي. على كل عدل الدار الحسين عدل الدار نعم فرشة دار أبوها ودار عمها. وقامت تنتظر جي الزلمها تعدل بالمهد والعين على الباب وتتنطر تجي جية الغياب. هسه تيجي عمتي وتجي اختي رقية ويجي ابوي. الله اكبر واقعنا هالشكل يا احباب. على كل واذا بابن حذلم يصيح قتل الحسين. الله عاده يا راحت العمة تركوب. عمة اين ابي الحسين واين عمي ابو الفضل العباس. قالت له عم استعد للعزاء والبكاء تركناهم بكربلاء. وين نجدك يا عم ابوي وين الله.
من هد غيبته ما رد علينا ولو عالة وعلي من يعيل الله أكبر يا عيلات الزمان الله لا يخلي الزمن يعيل بيك يا عم لو عالة وعلي من يعيل تقلها وين يا فاطم هلج وين هلج حال عليهم البيين يا عم والعزاهم تستعدين عدو مولاتي زينب سلام الله عليها ويا العليلها وإذا بمحمد أقبل بعد دل الكلام اسمحوا ليش كم دقيقة أقرأ منك شافت أخوها إجي قالت هذا أخوي محمد اردشكيله عاد صاحت بالأطفال عمي تجمعوا ذاك عمكم محمد أتى فاستقبلوه أطفال وكانوا إشارة وسمعوا عمهم قال لها عمه بقال الزمان خلان العم قالت نعم ذاك عمكم محمد عاد طلعوا الأطفال يتراكضون يا عم يا محمد أتيناك يتامى قتل أبونا الحسين قتل عمنا العباس الله أكبر عاد جت مولاتي السلام عليك يا محمد قال من المسلمة قالت أنا زينب المزمية قالها زينب الهاشمية قالت لا لا أنا زينب الماسورة آخ أنا باسمك راح أصيح من اليوم وفغت محمد يا بجية الأخواني بعد ما أقول خويا ما علي تون مثل عباس وين ألقى خذاني يا أبو جاسم عفت على النهر كلمة الخوة وجيت يا محمد بعد حرمة على لساني الله يا مولاتي عاد هي جار عليها الزمان والتقت بأخوها تقول خيال خيال غدت عندي صوركم مثل خيال وعقب عباس من الشوف خيال يا ابو جاسم اشوف اخبار اقول انذاك تقول احتاجيتك يوم من الايام والله شوف اخبار اقول ان ذاك خيال خيال قالت محمد يمكن يدور علي يا اخو او جابها واجا للدار واذا ذيك الدار عليها اخبار الله دار الحسين يا ابا عبد الله سيدي نظرة منك يا مولا بيض وجوهنا يا سيد عاد وقفت على باب الدار وما دخلت حنت مولاتي تهاون فرد هوي على الباب وصار لهن حنين عليه واعتاد عفا زينب قلبها شلون ماذا بتقول تراكم تراكم امر بدياركم والعي تراكم عليك ونار بقلب تراكم خويا متى تعودون وعيوني تراكم وتعود ايامنا كانت زهية بشكل واخر دخلت الدار وياها العليلة وسئلتها عمه اذا ابوي انقتل عم ابو فاضل انقتل اخواني بعد اخت رقية ما موجودة رقية طفلة صغيرة صبيا قتلت رقية قالت يا عم قتلت الشام آه آه الشام عم هاي رسالة من العليل أنا قريب من عدش كم بيت وأسألكم الدعاء قالت لعم شنو رسالتك قالت رسالة من رقية إلك يا فاطمة تقول أنا أختك يا العليا لو يضعن ما راح عود راح أودي إلك رسالة وارسم احبال وقيود وبها راح ارسم خرابة خرابة والتراب على الخدود وانت عرف الصار بي ضامي شبد وماك وجود اخ الضعن عطشان الماي وافر لكن شلون نشربه الماي ما نقدر نشربه من يد غربه من يد غربه
أنا أختيك يا العليلة وياك راجع ذكرياتي صورة صورة وما نسيت كان جنة بيتهنى بيه ما ذكر بجيت يختب الخراب النام صرنا نحلم يصير النبيات اي والله صغار كنا وكان ابونا ابو عبد الله كان يقول للاطفال البنيات ابويا رقية يقول عن عباس قولي قمر بن هاشم فكانت مولاه رقية تقول عباس عمي عباس كان الحسين يبتسم لما يسمع باسم اخوه صغار كنا وكان ابونا يقول قول عمنا عباس الشهم بسرعه كنا نلفظ اسمه وكان ابونا يبتسم بس شنو صار بالشام ذاك اليوم هسه لو اسمه ذكرت حيل عمتي تنهدم هسه من نقول عباس نشوف عمتي تنهدم الله عمنا عباس راح وحبال اليسر ركضت لدينا عمنا عباس نبكي كنا لو بطارية حكينا هذا ابو فاضل حماهم كان لكن بعد ابو فاضل جار الزمان عليهم مرة دق الباب ابونا ركضنا صحنا لهلا يا العليلة وردت سبقيك حتى انا استقبله تذكريت ركضتنا يا اختي يوم عاشر كربلاء حسين طايح وانا اشوفه اركضيت لكن مو الى غارت الخيل وبعدتنا عن نبونا على كل فد بيت من هاي القصيدة رد اقرأ الله يحفظ كل خدام الحسين تقلها شهر فات وفوق عشرة واحنا دينا على العبي اللي ما نقدر ننام واحنا حارسنا اجنبي اي اختي شوني يا ون والناس ما تدري شوني وانا الحسرات يا خي شوني بعد شنتظر شتمل شواني ابوي ونام بتراب والوطية يا ابوي فرد نعوى اريد اختم بها المجلس كأنما مولاة العليلة تنعى تقول ابكي على عمتي سبي الله ابكي على عمتي سبية وابوي حسين مرمى على الوطية اي وعلى المشرع عم الشفية راحوا هلي راحوا هلي من بين ايدي اي ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا الدار من بعدك مظلمة يا ابويا واقعا اخواني والله العظيم هذا شيء مجرب هسه انا وانت اذا نبتعد عن الحسين تظلم حياتنا كيف مولات العليله من ابتعد عنهم الحسين حتما الدار صارت ظلمه وتعال شوف الصار بعيال الحسين مولات الرباب هدمت السقف وذيك سوت تعزيه وكل وحده صارت بغير حال وما دار عليهن حول والله مولات الرباب سنه واشهر ماتت وهكذا مولات زينب وهكذا مولات العليله وهكذا مولات ام البنين ما دار عليهن انكسر ظهور بفقد الحسين زين العابدين 35 سنة ما قدم إليه طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينه يمر بالسوق يوم من الأيام يشوف قصاب يجر كبش وهو يقول لغلامه هات المال نذبحه قال وأنتم تذبحوا تسقوا قبل أن تذبحوا وهو العارف قال بلى قال أعلم أيها القصاب لقد ذبح والدي الحسين كما يذبح هذا الكبش وما سقوه جرعة من الماء شلون حالهن بنات الزهراء شلون حال زين العابدين على كل تقول الرواية بكى حتى تشققت خديه وصارت في خديه أودية من البكاء هكذا كان يقيم العزاء على كل فد بيت بيتين باسم مولاة العليلة تنعى أبوها ويستاهل أبو علي النعوى آه 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 آه
قالت راحت المنية للذي مفقود راحت وبقيت اصفج على الطيبين راحت الليالي كانت ويحسين ويحسين راحت وليالي الحزن ردت علي قلت له مولاتي زينب انت جاك الحزن بس تعاي سمع عمتك صار بيها صار بيك مولاتي قالت لها بحايا يا 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 انا القضيت عمر حات بحات بحايات ولا مر بكرامة نفس بحايات يا عم صوات القبل ما تنسمع يا عم صوات القبل ما تنسمع بحيات لان عباس مرمع للوطي لا لا تزان الدار الا باغلها استعدوا للعزاء جزاكم الله خير لا لا تزان الدار الا باهلها فعلى الحسين فعلى الدار من بعد الحسين سلام يا ابا عبد الله